مولود العقرب عنده أبواب جديدة، أبواب استرداد ديون. تبارك الرحمن، منقدر نقول لك هيدا هو العنوان لهالأسبوع المبارك اللي بيهديك الفلك أجواء دافية وانتقال لسلام من بعد فترة المواجهات والتناقضات. رح تكثر النشاطات واللقاءات وتزدهر العلاقات على مستويات مختلفة ومتنوعة. وجود المريخ والمشتري بالجوزاء أمر مهم بموقع الشراكات المهنية والعاطفية، بحقق لك كل رغباتك وأمنياتك، بالإضافة لوجود الزهرة ببرج العذراء الصديق، وبيكون بانتظارك أنك توصل، بانتظار ان ايضا توصل الشمس نهار الجمعه لبرج العذراء حتى تشكل طالع جيد بخليك اكثر انطلاقا واقل استعدادا لشن المعارك. البدايه مع وجود القمر ببرج الجدي نهار السبت، يعني بالبيت الثالث، بخليك تعالج الامور بطريقه جيده. مشاريعك مواضيعك بتعالجها بذكاء وحنكه، بتفاوض وتناقش وبتكسب الرهان وبتكسب التعاطف من قبل المسؤولين. إيه نهار حلو حافل بالتواصل واللقاءات الجيده والمشاريع المثمره والنتائج المرجوه من شغلك، حلول لقصص متنوعه. لكن مع وصول القمر المكتمل لبرج الدلو، يعني للبيت الرابع، ببيتك بعقر دارك بشغلك، امور بيتيه عقاريه، عقار، قصه بيت، تغيير بالشغل، تغيير بالمكان، بتكتمل عندك قصه عائليه، بيشغل بالك الشريك، الاولاد، في بيتك يا رب بيكون هالاكتمال على خير. انتبه من اوضاع صحيه على علاقتك بالمسؤولين، انتبه ايضا من ضغط، لكن انت ذكي ودبلوماسي بتقدر تحل امورك بشكل منطقي. بيوصل الامر لبرج الحوت المائي صديق يومي الثلاثاء والاربعاء، يعني لموقع مهم فلكي جيد بيخدم مصالحك، بخليك تعيش اجمل ايام الاسبوع، ايام استثنائيه بتكون فيها انت المنتصر والرابح والمتفوق. بينتقل القمر لبرج الحمل يومي الخميس والجمعه، كمان يومين لا باس فيهم، بيعطوك حيويه ونشاط مضاعف حتى تحصل على كل طلباتك ومستحقاتك وتتلقى العروض المثمرة، وبيقدم لك أيضا الدعم المالي وبيتحدث عن مشروع مهم طالما كنت عم تحلم فيه. مبروك عليك الأيام القادمة عزيزي مولود العقرب. عاطفيا بتسيطر على الأجواء الفلكية العاطفية مناخات عذبة، مناخات رومانسية جيدة جدا تحت تأثير كوكب الحب من برج العذراء الصديق لك، يلي بيقدم لك كل الأشياء الحلوة لتلعب الصدف دور إيجابي، وبيشكل القدر للوقوف لجانبك، بيكون الأجواء رقيقة عذبة، بتتسهل عليك التفاهم مع الشريك، بالتواصل لقناعات مشتركة مع الشريك أيضا. أما العازب، أسبوع حلو، أسبوع التغيير والانتقال والتحسين، والأسفار يلي بتساعدك على تمتين العلاقة والروابط مع الحبيب.